انا تزاديت تقريبا، كنت تزاديت 3 شهور، جاني شلل الاطفال، اذا كانوا كيقولوا بانني عمري ما غنتمشى، مي الحمد لله تمشيت تقريبا حتى السن ديال 11 عام كنت كنتمشى عادي، صوف كو كنت كنعيا وكان عندي مشاكل يعني ختي ترويض وداك الشيء. في السن ديال 11 عام درت حديد في ملعب الاطفال، درت هذوك لي بروتيز اورتوبيديك، درت البلاطخ، درت بزاف ديال لي تريتمون. المشكل اللي زاد عقد الامور هو في 2012 وقعت لي حادثه في الخدمه، كنت داخله وزلقت، زلقت جوج مرات وجاتني اون فيسور على لانش، سكي في وليت كنخاف نطيح، ولات عندي ديك الفوبيا ديال انني نطيح، وبحال لي موسكل اي سونتا فيبلي. تقريبا من 2015 وليت كندير كرسي متحرك تفاديا انني نطيح. المشكل عندي الكبير هو ديال التنقل، باش نمشي من بلاصه لبلاصه خصني شكون يديني، خصني مثلا اللي يعرف يجمع لاشيز ويجبدها. في 5 اني جو بونس خرج عندي الاساس قال لي يا مالك على حالتك، ديري غير ماكينه الخياطه وتهني. ويلي شحال بكيت اولا، جا بابا ما نقولكش شنو دار ليه، وبقيت كنقول مع راسي زعما شنو يعني عندك اعاقه خصك تجلس في الدار مثلا، يعني بحال ديك الحوايج اللي خلاوني كان ماشي كنتحدى المجتمع، كنتحدى راسي. وخدمت كمصممه جرافيك تقريبا 13 عام في المجال في القطاع الخاص. في 2015 خرجت من العمل ديالي ودرت انا تاني عندي في الدار. انا طرحت في حقيقه ان برودوي جديد على السوق، درت دي كوسان بيرسوناليزي هما باش بديت، والحمد لله كان تجاوب ديال الناس. لان الخدمه ديالي شنو هي بالضبط؟ كندير لا ديكوراسيون بيرسوناليزي، يعني زبون كيطلب مني مثلا فكره عنده في راسو وكنقدر نطبقها على ان سوبور بحال دابا على التوب، على لا بورسلين، على لا بوتري. في عام 2000 كنت حامله بولدي الاول، اذا الطبيب قال لي خصني ندير دو بيكي على قبل التوازن ديال الظهري، يعني درتهم وقع لي فيه مشكل كو 3 فوا تقريبا كان غيمشي ليا الوليد. وديك الساعه كنشوف شكوك في عينين اللي قورا حدايا، عائله وكلشي هام وحياه واش تقدر، ولكن الحمد لله كملت الولاد على خير. كنا قررنا انا وراجلي الحمد لله قرار اللي زوين، دخلنا ولادنا لاكريش تقريبا ما كملناش 8 موا عندهم، دخلناهم لاكريش كنديهم كنجيبوهم، وراك عارفه البيبي كيبكي خصك تهزيه ما نقدرش نهزو، يعني كنخدم بديك لابوسيت كديها وتجيبيها، راجلي كان كيخدم بزاف كيف ما كانش كيكون بزاف بالليل، يعني كان صعيب، كان صعيب صعيب بزاف. كنبغي نعطي واحد النظره ديال ماشي مرأة حديدية، ولكن ديك ديال أنا بحال الآخرين، ما تحكرونيش أنا بحالكم، ولكن لا جبتها في راسي كنعيا أكثر، كان يعني حيت ماشي بحال القدرات ديال واحد عادي بحال القدرات ديال واحد عنده مشكل. الإنسان اللي كيكون مريض هذاك قادر من عند الله سبحانه وتعالى، يعني كسوسوا ضحكتي كسوسوا بكيتي كسوسوا صديتي عليك ما غتبرايش، إذا خصنا نتعاملوا مع ذاك الواقع بإيجابية، نو ندير شي حاجه اللي تقدر تنسيني في داكشي اللي كندير واللي تقدر تثبت وجودي حتى نفسيا غادي تنفعني. دابا مثلا حتى مع ولادي الحمد لله بعض الخطرات كنعيا ولا كنكون كنقول ما عييت وهذا، مي كنقول لا بغيتهم يكونوا فرحانين بيا، بغيتهم يكونوا فخورين بيا، بحال دابا كيشوفوني مثلا في معرض كيشوفوني مثلت المغرب في شي حاجه برا المغرب مثلا، كتحسي بهم فرحانين بك وما كاينش احسن من الاحساس.